هذا وتلقى مفتي السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لقاح كورونا. وكان مفتي السعودية قد وصل إلى مركز اللقاحات بالرياض، ودعا المفتي عقب تلقي اللقاء عموم السعوديين إلى التطعيم قائلا: إن التطعيم نعمة من نعم الله. وأشاد مفتي السعودية في هذا السياق بجهود الحكومة لتوفير اللقاحات والاهتمام بصحة المواطنين وجعلها أولوية.